السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة التيسير لخدمات اللابتوب والأجهزة اللوحية تحييكم، وبنقدم لكم النهاردة عرض جديد من عروض شركة التيسير لخدمات اللابتوب. بنقدم لكم لابتوب من أقوى أجهزة اللابتوب بالاستيراد، استيراد أوروبي، ومن أقوى أجهزة اللابتوب بالديل، ومن أفضل أنواع البروسيسورات بشاشة 15.6 اتش دي، والبروسيسور كور اي 7 كيو 720، 6 ميجا كاش، 4 كور، 8 ثريد، وفي رامات 4 جيجا، وفي هارد 500 جيجا، وفي كارت نيفيديا ان اس 300 ام 512 بيرفع لغايه 6 جيجا، وبيشغل معانا الالعاب، وبيشغل معانا برامج جرافيك. والجهاز على المواصفات دي جهاز سعره اقتصادي جدا. اولا هو الجهاز ديل لاتيتيود اي 6510، ديل لاتيتيود اي 6510، البروسيسور زي ما قلنا اي 7 من الجيل الاول، كيو 720، 1.6 بيرفع لغايه 2.5، 4 كور 8 ثريد، 6 ميجا كاش، الهارد 500 والرامات 8 والرامات 4، شاشه 15.6، كارت نيفيديا 3100 512 بيرفع لغايه 6 جيجا. الجهاز زي ما احنا شايفين حالته، زي ما احنا معودينكم على حالات الاجهزه بتاعتنا، حالات كلها فابريكا ما فيهاش اي مشاكل خالص، وبدي لك ضمان اختبار 15 يوم تقدر تختبر الجهاز براحتك. زي ما احنا شايفين حاله الجهاز من بره ومن جوه، وادي المخارج بتاعته. جهاز حالة ممتازة، ادي حالة الجهاز. دي حالات الأجهزة. جهاز حالة ممتازة. كم سعر الجهاز ده؟ الجهاز ده بينزل بموديلين، في موديل فيه كارت فيجا نيفيديا 3100، وفي موديل تاني بينزل بكارت انتل. اللي فيه كارت نيفيديا بيعمل 2500 جنيه، واللي فيه كارت انتل بيعمل 2300 جنيه فقط، 2300 جنيه فقط. كور اي 7 ارخص لابتوب كور اي 7 ممكن تلاقيه بالمواصفات دي وبالحالة دي. ديل لاتيتيود اي 6510 كور اي 7، بروسيسور كور اي 7 من الجيل الاول، 6 ميجا كاش، 4 كور، 8 ثريد، هارد 500 جيجا، رامات 4 جيجا، شاشه 15.6، دي في دي رايتر، واي فاي، بلوتوث، يو اس بي 3 ويو اس بي 2، ديسبلاي بورت. ادي مخارج الجهاز كلها، وشاشه زي ما قلنا 15.6، وجسم معدن من الخارج، من اقوى الاجهزه اللي بتتحمل الشغل. لو مهتم بالجهاز تقدر تتواصل معنا بوسائل التواصل اللي هتلاقيها تحت الفيديو، التليفون وصفحاتنا على الفيس، وموقعنا على الانترنت التيسير.com. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وتشترك في القناه بتاعتنا عشان يوصلك كل جديد. تملي كل يوم هتلاقي عرض جديد، وهتلاقي افضل عروض اجهزه اللابتوب بالاستيراد عندنا. ولو عايز تتابع بقيه عروضنا على الموقع تقدر تزورنا على التيسير.com. اكثر من 50 عرض لابتوب يبتدي من 1500 جنيه لغايه 15000 جنيه. كان معكم عاصم فوزي من شركه التيسير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.